سيدنا محمد. أيها الحضور الكريم، أيها السيدات والسادة، آباء وأمهات لاعبينا الصغار، مرحبا بكم ومرحبا بالسيد رشيد الكروز رئيس الكرة القاعدية بجهة الشرق. سنتحرى لكم ولجميع الحضور الكريم، كما نرحب بالحكم الوطني السيد رشيد العشاش وجميع الحضور الكرام. سيرا على عادة مدرسة المنار الرياضي الناظوري كل سنة في تنظيم فعاليات جائزة التميز، وهي المناسبة التي يتم خلالها تكريم جميع اللاعبين المتفوقين دراسيا الحاصلين على معدلات عالية خلال نهاية الدورة الأولى من الموسم الدراسي الحالي. يأتي هذا الحفل لالتزام مدرسة المنار بتقديم بيئة رياضية تعليمية محفزة وشاملة وتحقيقا للأهداف الأساسية المتمثلة في تكوين وترتيب اللاعبين في أدبيات وبيولوجيات كرة القدم وتنسيق مجموعة من القيم الأخلاقية والتربوية والتحريفية، تحث على التألق الرياضي والتفوق الدراسي. وإننا في مدرسة المنار لفخورين بما حققته هذه المبادرة من آثار إيجابية بين جميع اللاعبين. ما يميز هذه الدورة مضاعفة عدد المتوجين بجائزة التميز، وهي فرصة ولم يتمكن من تتويج هذه الدورة في بذل جهد من الجهد وعدم تغليب الجانب الرياضي على الجانب الدراسي، إنما تحقيق الدراسي يجمع بين الدراسة والرياضة جنبا إلى جنب. وبهذه المناسبة أتقدم باسمكم جميعا بشريكنا الرسمي لهذا الموسم شركة دنيا كارو. استطاعوا التوج هذا الموسم بجائزة التفوق
فقط للإشارة قبل انطلاق حفل أو تقديم الأبرع التكريمية. هذه المسابقة هي مسابقة خاصة بلاعبي مدرسة المنار الرياضي النظور، ودائما نحث جميع تلاميذنا على الدراسة وبعدها تأتي الرياضة وليس العكس، الدراسة ثم الرياضة. وكما أشرنا سابقا أنه جميع التلاميذ الذين سيتوجون حاليا هم تلاميذ تحصلوا على معدل 7 في المستويات فما فوق في المستويات الابتدائية، و14 فما فوق في المستويات الإعدادية والثانوية. أول المتوجين، هذه المرة لم نعتمد على التقييد ولا على النتيجة، بل اعتمدنا على مراقبة السادة الأساتذة، لأن هذا المستوى الذي سيمر أمامنا هو المستوى أو المستويات التمهيدية، نقول التمهيدية لابتيت لامونان إلى بروتسيكيون. أول المتوجين في المستوى الثاني التمهيدي، أنادي على التلميذ آدم حكيم. كما ننادي على أباء أو أمهات التلميذ آدم حكيم، فليتفضل والدي التلميذ آدم حكيم لتقديم الدرع وشهادة التلميذ للتلميذ آدم حكيم. لتقديم
يستلمها نيابه عنهما السيد رئيس إذن يستلمها نيابة عن ولديها السيد رئيس قسم أو رئيس الشرطة الكرة القاعدية برصدة الشرطة السيد أو اللاعب التونسي السابق رشيد النكوز. ودائما نتبع في المستوى الاول الابتدائي 8 في الدورة الأولى هو التلميذ أحمد زازري. التلميذ أحمد زازري فليتفضل إلى المنصة مع والديه أو أحد والديه. التلميذ أحمد زازري فليتفضل إلى المنصة لتسلم درع التتويج والشهادة التقديرية. أحمد زازري أو بمعدل 8.43 أنادي على التدريب مؤمن صفوان. أحد أولياء أمور التدريب مؤمن صفوان فليتفضل لتسليم الجائزة لمؤمن صفوان. بمعدل 8.54 دائما على المستوى الاول الابتدائي ينادي على التلميذ أبي الزلالة. بمعدل كذلك 8.54 ونادي على التلميذ يوسف جعوان. التلميذ يوسف جعوان التلميذ المهذب التلميذ الرائع يوسف جعوان تتفضل احد والديه او والديه لتسليم الجائزه للتلميذ يوسف جعوان على المستوى الاول الابتدائي. بمعدل 8.58 أنادي على التلميذ نجد الدرعي.
حركة للإشارة عندما نقدم أيدي للتتويج مباشرة. الأولوية مقدمة للسادة الآباء والأمهات لتقديم جائزة للاعبين الفائزين بجائزة التميز 2024. بمعدل 8.77 أنادي على التنفيذ محمد عمران عطفي. محمد عمران عطفي سجين في المستوى الأول الابتدائي حاصل على معدل 8.77. يصيبها رياضة العدهم سبع أباء من المستوى الأول والثاني والثالث الابتدائي والأفضل فرجو كما المنطقة السفلى والمستوى العليا السابع والثاني إلى غير ذلك والمستوى الثانوية يقدمون المنصب العليا لأن هو الذي يقدمون فقط عن إبطال المتوجين صراعه الأول. التلميذ الموالي هو التلميذ تحصل على معدل 8.78 وهو التلميذ أيوب مختاري. Thank you.
بمعدل 8.97 تنادي على تلميذ تراسل الحكم.
الأربعة التلاميذ الذين توجوا أو تحصلوا على النقطة على سعيد مدرسة المنارة الرياضي النظري ودائما على المستوى الأول الابتدائي ونادي التلميذ الذي تحصل على معدل 9.22 التلميذ حسن العالمي. نسلمها نيابة عن والدي السيد والدته حسن العلوي الحاصل على معدل 9.22
فضيلتي الثانية على صعيد مدرسة المنار، ودائما في المستوى الأول الابتدائي هناك على التلميذ التي تحصل على معدل 9.31 والتلميذ ناصر المسعودي. من هو أفضل في الرتبة الأولى على صعيد مدرسة المنار والمستوى الأول الابتدائي أنادي على التلميذ النجيب التلميذ الذي تحصل على معدل 9.38 التلميذ أو اللاعب آدم بلمكي Thank you.
كجلس في المسجد الاقصى.
لكم جميعا تحياتي من جميع الحلقه المتواجده في مكه المشرفه. شكرا لكم جميعا. شكرا لكم جميعا. الحاصل على معدل 8.39 أداء
استطاعتم. السادس ابتدائي ونادي على التلميذ أكرم أحميان والتلميذ أسعد قرداني والتلميذ علي غفور ومحمد غدوي كمال النوح أنور العسيرة. التلميذ أكرم أحياني معدل 8.1 الخصوم، أسعد خرداني بمعدل 8.8 الخصوم، علي دفور 8.73، محمد بدوي بمعدل 8.71، كمال أمور بمعدل 8.93، أنور عسيرة بمعدل 8.96. جميع تلاميذ السادس ابتدائي لتحفظ الخشبة سيف الأداء.